تفتكر أول مباراة أشركك فيها هيدوكوتي وكانت مباراة انطلاقة المختار؟ هو أول مباراة في الدوري العام كانت على ما أظن كفر الشيخ. أيوة. ودي اللي كانت أول حاجة دي كانت بعد ما خدنا احنا الدوري. كان في بداية الدوري. بداية الدوري الجديد يعني. احنا خدنا الدوري السنة اللي قبلها ودي بداية الدوري الجديد. ودوت اللي كانت أول انطلاقة ليا في مشوار الدوري. سجل فيها طاهر والخطيب سجل كل واحد هدف. وتاني ماتش كان ماتش على ما أظن المنيا. والماتش ده كسبنا سكور وأنا برضه جبت فيه 6-0 وده كان أول جول أنت جبته. نعم. مظبوط. بعد ما اتحطيت في الماتشين دول وأنت بقى مع النجوم اللي انت كنت تتكلم عليها ديت كان احساسك ايه بقى؟ ايه اللي انت فكرت فيه؟ كان ايه طموحاتك؟ لا خلاص انا بقيت يعني خلاص انا بقى لي هدف ان انا الحمد لله انا حطيت رجلي على اول طريق زي ما بيقولوا يعني. يعني كل اللي انا كنت بشتغل عليه بقى اني ما اتشلش. ما اتشلش ازاي بقى وخصوصا اني شغلك مجهودك. خلي بالك بقى كان نص الملعب كان فيه محسن صالح. في طه الشيخ كان في كابتن انور سلامه كان موجود لسه معانا وكان في صفوت وكان في شطه وكان في بقى مجموعه شباب طالعين من تحت برضه على اعلى مستوى كان في مجدي عبد الغني وكان في لا كان شو لسه لا كان محمد عامر بس كان محمد عامر جاي كفيرود فيعني يعني لما كل الكوكبه ديت وانت موجود بقى وعايز تبقى اساسي فيهم او مش عايز تتشال فيهم فأكيد الأمر كان يعني محتاج من الواحد مجهود مضاعف عشان يستمر على هذا الأمر خصوصا أن أنا جاي من النادي برضو يعني أقل من النادي الأهلي طبعا فعشان أبقى أساسي وأنا بشتغل مع طاهر الشيخ وبشتغل مع محسن صالح وبشتغل مع صفوت وبشتغل مع شطة وأنور سلامة وصلاح حسني أيوه الله لازم تجيب جوال وتصنع أهداف يعني دي بقى كان أمر طبعا يعني فعلا كنت ببذل مجهود خرافة في كل حته في كل النواحي سواء وانا بهاجم سواء وانا بدافع سواء مع زمايلي وبعدين حاجه مهمه جدا ان الناس اللي حواليك يعني يتمنوا ان انت تبقى موجود ان هم يحبوا ان انت تبقى موجود وبيساعد هذا امر يعني اذا انت وصلت له كلاعب كوره اكيد ان ده يبقى نجاح كبير جدا ليك والحمد لله انا اظن ان انا وصلت له في اول ما انا اشتغلت في النادي